الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وصية للنساء في المصافحة ولبس الحجاب. المصافحة يا جماعة المرأة تصافح المرأة والراجل يصافح شنو؟ الراجل. والإنسان إذا طايب الناس يؤجر، لأن حسن الخلق ده من الأسباب التي بها يدخل الإنسان الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب الرحمة الإحسان. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسن الذي يحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق بينه وبين الخلق. عشان كذا أهل العلم كما قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى قال حسن الخلق، ونقل عن الحسن البصري وعن عبد الله بن المبارك حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى، يعني الكرم، وطلاقة الوجه. فإنت الطائب الناس فتؤجر على ذلك. أما مصافحة الرجل للمرأة، مصافحة المرأة للرجل ده محرم في الشريعة يعني. إلا المحارم، والمرأة المبجوز لك تزوجها دي ممكن تصافحها، الخالة، العمة، الحبوبة، كثيرة حبوبة العديل ما البيلفة، شوف ده كيف ده دي بجوز. أما أجنبية عنك، أجنبية دي يعني بجوز لك تزوجها، فدي تشنو أبجوز تصافحة. الدليل عند الطبراني والبيهقي والذهبي في صحيح الجامع من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك المس يعني هم بيحاولوا يلخبطوه، يقول لك المس يعني الجماع ولا المواقع، لا لا لا، المس يمس ما في حديث، الحديث ما في واحد بتفسر التانيات يعني بالدارجة، في عام وفي خاص وفي مجمل وفي مبين إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما مست يد يدها بكيف ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له غير أنه كان يبايعهن بالكلام. انتهى الموضوع. طيب أما الحجاب، المرأة جماعة تلبس الزي الشرعي، والحجاب ده ما حق أنصار سنة ولا حق صوفية ولا حق بيقول لكم وهابية، ما وهابية ولا كذا ولا دواعش ولا، الحجاب ده جماعة جبيه النبي عليه الصلاة والسلام من عند ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب دي فتحة الرأس هنا، ده الجيب وسموه جيب. الجيب ده أصلا من يعني الجوب الثقب، عشان كده قال لك وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ديل كانوا بينحتوا الجبال، دي الجيب. والخمر يعني الفوق زي الطرحة الواسعة، وسماها خمر لأن الخمرة بتذهب العقل بتغطيه. قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كله تغطي وشها وجسمها إلى آخره. عشان كده رب العزة والجلال قال في القرآن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وذا جماعة الكلام يا أخي، إذا كان يعني الفتنة بتاعت المرأة في وجهها وإنت مأمور تبتعد من الفتن، المرأة دي جمالها وين؟ الشيخ العثيمين قال المرأة فتنتها أو جمالها في وجهها. هسي كان قال لك فلانة جميلة، جميلة كيف أنا أصبعها ده جميل يعني، ولا جميلة كيف جميلة يعني شنو؟ يعني قصده شنو؟ الوجه. أقول لك إذا قال جليل قال له شيخ موج فكر ذاته الأخبار، تقول لهم بتاع الأخبار. قال لا الشيخ دار لي مرة، قال لا وصافك شنو؟ قال لا تكون طويلة وحمرة وشعرها طوال وعيونها كبار. قال لك قال لك لقيتها بجيبها لك دي ما بتزوجها أنا ذاتي. قال ذاته زودت يعني جاب لها وصاف ذاته شنو؟ عجيبة جدا والله. واحد مشيت منطقة برضه أنا مع فترة كذي كنت دار
المهم دار ادب بعدين مشيت منطقه هاي وصور الشغله دي ترفعوها جيبوا لنا مشاكل داخليه بعدين مره واحد من النيل الابيض جاب لي الكلام قال لي في مره بتجيب البنات وكيف تختار هي بتعمل عمل خير يعني تختار انت دار تتزوج بتجيها تختار لك بيت محترم وكذي وانت زول محترم تتوسط لك يعني تقابل اهلها والرجال وكذي الى اخره برضو واحد جاء ووصف له ووصف لها داير كذا وداير كذا لا ذول دي إلا في الجنة هنا في الدنيا دي في السودان ده معقولة يا أخي فالمرأة جماعة تلبس النقاب وتلبس الحجاب وتتغطى والمرأة دي جمالة في حياء في الخجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء شو الوصف ده والمرأة لو بقى تجمل مرأة ما عندها خجل ولا عندها زي شرعي ولا عندها استقامة على الدين ما عندها غيمة والله دي تديك بنية طوالي نصلل تدور معاك لأنها ما بتخاف الله سبحانه وتعالى لكن المرأة التقية فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ودي لو سافرت انت بتخاف عليها كثير لأنه انت خاتيها في بيت وكذا وإلى آخره وهي محترمة ولو ولدت الله رزقك ذرية منها هي بتربيهم تربي تربية ذات عجيبة لأنها هي مربية ولأنها نجيضة مش بتاعت مجاسفات ساي لابسة بنطلون وشنو ورقيص والشعر وين وذا إلى آخره يا أخي نحن قبل أيام أنا وشهاب ده أخونا شهاب ده الله يحفظه وعمك خالك ضحوية جايين بالليل ماشيين عندنا زفرة بالليل مرقنا قبل الصبح بساعة أقسم بالله في الشارع شارع النيل بيتين واحد سكرانة شفت كيف قافلين الشارع وشاكله في ولد يا حيوان وديك تحجز ودي سكران ونحن جينا قبل ديل الثلث الأخير شغالين سكارة وحيارة ومشاكل وإلى الله المشتكى ولابسين لبس نسأل الله العافية شفت الجدادة بعد يطبحوها دار ينجدوها مش ريشة دكت بشيلوه بس ده القريب من ده شغل ذاته عجيب نسأل الله العافية فالمرأة يا جماعة تلبس الزي الشرعي الزي الشرعي قالوا عنده سبعة شروط أهل العلم أن يكون فضفاضا واسعا ما يكون ضيق وأن يكون طويلا ساترا لجميع الجسد ما يكون قصير نص ساقة برا وإلى آخره وسولا خطوة وحاجات ثلاثة أن لا يكون شفافا يكشف ما تحته أو يجسم إلى آخره أربعة أن لا يكون زينة في نفسه هو في نفسه ما يكون زينة زركشة ويلمع وأشياء وحاجات اللي عرفوها الجماعة خمسة أن لا يكون مطيبا في رائحة ستة أن لا يشبه ثوب الكافرات من تشبه بقوم فهو منهم سبعة أن لا يشبه ثوب الرجال لا ندفئ لعن تشبه النساء بشنو بالرجال ولذلك يا جماعة دي ده الزي الشرعي والمرأة تلبس الزي الشرعي تعرف أكبر مشكلتين بواجهنا المرأة بسبب الجهل وضعف الإيمان المشكلة الأولى تقول لك يا أخي ولاقتنا في الجامعات ولك أنا لو اتنغبتها ولبستها وكذا يتزوجوني كيف يشوفوني كيف والردى يا جماعة على المسألة دي بالراحة أي شيء مكتوب وين يا جماعة في اللوحة المحفوظ يعني فلانة بتتزوج فلان أو فلان بتتزوج فلان دي مكتوبة ولا فطوة دي مش مكتوبة دي مكتوبة يا جماعة ما فطوة الكلام ما في شيء مفطوط كل شيء مكتوب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فالمرأة تعرف وبعدين يا أخ في نظرة شرعية كان أصل المرأة مكشفة ساي بيقولوا في نظرة شرعية ما هي أصلا معروفة عند الناس لكن نظرة شرعية يقول لك داير فاطمة شوف محمد في السوق صح ولا ما صح والناس بيختاروا وده يرسل بيت خالته وداك أو بيرسل أخته وخالته إلى آخره والجماعة بيمشوا فتشوا لك بيلقوا لك وبعدين بيوصفوا لك بتجي انت تشوف نظرة الشرعية تكون قاعد دقيقتين مهم دقيقتين ما
وعداك تراوي هاي العصير تراوي الا اجي اشربه انا ما بزول بيشرب. مشاكل وحاجات ما مشاكل. المهم في نظره شرعيه والنسوان في خير كثير يا خسي محلات كثيره بيستغيما ويتنغبا ويلبسا ونحن متكيفين جدا. وشفت اللباس الشرعي ده الزي الشرعي ده والحجاب والنغاب ده الكلام اللي قال لك اخونا شهاب ده وكعلمانيه والجماعه دين دين والله بيتمغص ومغص لما يشوفوا المراه مستقيمه مغص لانه موضوعنا المراه كفر ومراه ده موضوع شغل كفر وشغل شهوه وشغل مقاعد سياسه الى اخره دي المواضيع ثاني وريني عندهم يا موضوع يعني طعني في الدين وعندهم سياسه دارين كراسي وعندهم موضوع الشهوات دي بأججوها المراه وقضيه المراه وما بيشتغلوا بالمراه الطفله الصغيره ديك سنتين ولا بيشتغلوا بالمراه الحبوبه عجوزه ديك عندهم مراه معينه وزنه بتاعت مراه معينه كده ده موضوعهم فيها ايوه موضوع طويل فالزول يا جماعه المراه دي لبسها زي الشرعي بنات المشكله الثانيه بتواجهن تقول لك يا اخي الناس ما بريحونا والناس بيطعنوا فينا والناس يقولوا انت مشدده والناس 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 واهالي في البيت والجماعه كلهم بيتغيروا مني الزول يا جماعه اصبر ما والله في القران قال لك فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون معناه هم بيقولوا معناه قد يقولون طالما هم بيقولوا انت بس تصبر من بدر الكلام ده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء شنو لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين الى اخر الايات فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك شنو يخدي من القيم جاء فيها فائدة عجيبة في غاثة الأهفان قال على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله تعالى قال نازل الله أكرم وعزاه ونعم ووصل درجات من اللذة ومن الخير حتى أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة طيب فالمرأة تلبس الزي الشرع يا جماعة ويتو شجعوا البنات استغيما الابهات في البيوت طايبون جيبوا لون الزي الشرعي والشنو الضيبة اشتروا حاجات لخبة ساي عملوها هنا عملوها شنو نغابات هاي حجابات هاي ان شاء الله انا ذات اشوفوا لي مرة من البلد دي تكون عمر 65 67 عشان امشي اقول بهاضر زاهد يا مراجعين تجيبوا مشاكل طيب هل التوسل بالميت يجوز؟ ما بجوز يا جماعه ليه بالراحه كده انا اوريك بالراحه الله قال في القران في سوره المائده الايه 35 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون دي مش ايه فيها ثلاثه عبادات التقوى التوسل الجهاد التقوى معروفه عندكم فعل الاوامر اجتناب النواهي الجهاد معروف عندكم ما دار شرح كثير فاضل شنو التوسل وابتغوا اليه الوسيله في تفسير ابن كثير نقل عن ابن عباس الوسيله القربة الوسيله يعني شنو القربة ونقل عن قتاده ابن دعامه السدوسي الوسيله اي توسلوا اليه بطاعته قال والتوسل من الوسيله وما يتوصل به الى غايه ولا خلاف بين المفسرين في هذا والتوسل ده عباده لانه امر به في الايه دي وابتغوا اليه الوسيله طالما التوسل عباده يبقى يا جماعه العباده فيها شرطين اخلاص وشنو انا دار اديك حجج قويه في الموضوع ده طالما التوسل ده عباده يبقى لابد من الاخلاص وشنو والاتباع لانه لو ما في اخلاص في التوسل وفي غيرها من العبادات العمل مردود انما الاعمال بالنيات وطالما هي عباده لابد تتابع فيها الرسول عليه الصلاه والسلام لو توسلت بتوسل بدعي ولا عبدت الله بعباده بدعيه ما فيها دليل العباده مردوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل في الروايه الاخرى الروايه الاولى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في الصحيحين البخاري ومسلم
والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب طالما أنت لازم تخلص في التوسل يقول لي الله وحده وتتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيتوسل بالأموات ولا بيتوسل بالغائبين. ما سمعتك قبل الآية جاب لك الشيخ قبل قال كما قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الصحابة لما جاتهم كربة وداري واجه الكفار مش في أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم مش في رسل. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا الله بنوح الحقنا؟ هل قال كذي؟ هل يتوسل لله بالأنبياء القبليه؟ لا. طالما ما عمل العمل ده وما أمر به يبقى ده شنو من البدع. ما بجوز التوسل بالأموات. وديل اللي بيعملوا ده هسه الصوفية ده ما توسل ده دعاء عديل راسه عديل. أنا فاهمك المسألة هذه النقطة الثانية والثالثة. الدعاء جماعة فيه اثنين فيه داعي ومدعو. يا رب نجيني من الكرب أنا مدعو أنا داعي أنا داعي والمدعو منه الله سبحانه وتعالى. التوسل فيه ثلاثة فيه متوسل ومتوسل إليه ووسيلة. ديلك العوابين المبيت للغار والصخرة سدت باب الغار. مش الواحد واحد يتوسل لله ببر الوالدين والتاني بالعفاف وعدم واقعة الذنب لما ذكرته ابنة عمي والثالث بإيفاء الأجير حقه. مش هو كذي؟ أي واحد فيهم بيقول اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب. وكما قال يبقى التوسل فيه متوسل ومتوسل إليه وسيلة. يعني يا رب بصلاتي دي أنا صليت سي نجيني من الكربة الفلانية. أنت متوسل والله متوسل إليه والوسيلة شنو؟ الصلاة. عرفتها؟ أيوة. ديل بنادو الشيخ عديل يا نكاش في الحقنة يقول لك ده توسل. خلاص نشوفه ده توسل ولا دعاء. الدعاء فيه اثنين داعي ومدعو. التوسل فيه متوسل ومتوسل إليه وسيلة. انت لما تقول يا مكاشف الحقنا اذا قلت توسل المتوسل منه انا ده ناديت المكاشف. ايوه. المتوسل اليه منه انت ما قلت يا الله انت قلت يا مكاشف الحقنا. المتوسل اليه منه مكاشف. ايوه. الوسيله شو ما في ده دعاء راسه عديل فيه اثنين بس داعي ومدعو. عرفت المساله؟ ديل بنادو عديل الشيخ يجيبالك بالتلحين إنا بخطب في البلاد نزيل يجيبالك كده عديل والله. قل يا ولي الله إسماعيل لحين لك والجماعة مع التلحين ما بجيب ولا خبر. ده دعاء عديل راسه عديل ما بجوز سماد الشيوخ ولا بجوز تتوسل بالأموات دي من البدع إلى آخره. إذا دعيتم ده شرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا اللي هو شيخ شهاب حفظه الله. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص في المقابر بعد الدفن مرة وهل هناك دليل؟ 11 مرة ذي الحداشر معلومة الأولى. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص في المقابر بعد الدفن 11 مرة وهل هناك دليل؟ ما بجوز يا جماعة ما بجوز تقرأ سورة الإخلاص ولا سورة غيرة من القرآن وشنو في المقابر 11 مرة أو 10 مرات أو كذا. ما بجوز في الشريعة لأنه الله قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم
ديننا. الصحابة ما كانوا بيفعلوا كذي ولا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ذكر صوفي في تعليق التمائم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي دجانة حرز فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، فقال إن أمية النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني عدم القراءة والكتابة. السؤال: هل كتب الحرز؟ وما معنى الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا جماعة ده كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما بيكتب ولا شنو ولا بيقرأ. الدليل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخر الآيات. والأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة، وده في القرآن. خلينا أجيب لك في السنة، في القرآن ذاته الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني انت ما كنت بتكتب شنو القرآن ده، ولو كنت انت بتكتب وتقرأ كان جبيل شنو اي وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك. ايوه دي الآية كده، ولا انا جبت الشاهد بس، لا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. طيب لو جبيل انت بتكتب لما هو يتهموك يقولوا الرجل ده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علم بشر يهودي وكتب له، كان المبطلون شنو ارتابوا، قالوا لأنه أصلا هو بيكتب. لكن لما جابوا الشبهة دي الله رد عليهم: الرسول ما بيكتب ولا بيقرأ، وجاهم بكتاب عجز الذين يكتبون ويقرؤون أن يأتوا بمثله، وعجز البلغاء أو أهل البلاغة أن يأتوا بمثله. وبعدين رب العزة والجلال رد عليهم في آيات كثيرة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما قالوا له أمحو رسول الله قال: أين هي؟ ما بيقرأ ولا بيكتب. حتى لذلك قال لعلي: أمحوها أو كلمة نحوها. ما كان يكتب ولا كان يقرأ، ودي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص، بل دي كمال، لأن دي فيها رد على الناس اللي بيشكوا وإنه كتب القرآن وكذا وكذا. فده كذب يا أخي، ده خلاف السنة وخلاف الجف القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب حجبات ليزول، بل حرم الحجبات وصفى وحكم على بأنها شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وحديث ثابت كما قرر علامة الشام الألباني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتول شرك. شرك الرقى الشركية قبل ذكرت لك قبل يا شيخ شيخ، والتمائم يا هالحجبات دي جمع تميمة، سموها تميمة، كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين والشر إلى آخره، كما قال ابن عثيمين كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين في القول المفيد. والتولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى شنو الرجل. الرسول حرم الحجبات صلى الله عليه وسلم والتمائم. وفي مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. كيف يقول أشرك ويجي يكتب لصحابه؟ ده كذب يغلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الصحابة وضد القرآن. الله في القرآن سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مو عجبات ولا ما. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى قال في الرعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ولو في حجبات الرسول عليه الصلاة والسلام يكتبها كان كتبه ولبسه، وما كان لبس الدرع. تغيير الدرع ولا الحجاب؟ وكان لبس للصحابة التانيين. ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على طيب ها؟ أي نعم موضوع مكذوب يعني.
قال هل رحمة الله يدخل العبد الجنة وكذا؟ طيب ده حديث يا جماعة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا الجنة عمله، في رواية لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن الرحمة دي اللي أنت بتدخل بها الجنة عندها أسباب، لو قمت بها الله بيرحمك. أنت قال العمل فائدة شنو؟ ما ده سبب، أنت لما تعمل العمل الله بيرحمك، ولما ما تعمل العمل وتعمل ضد الرحمة الله في النهاية ما بيرحمك. الله قال إن الله لعن الكافرين، اللعن شنو؟ اضطر ما في ناس بيطردهم بعدين من الرحمة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلى آخر آيات من سورة الأحزاب. والله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف خمس حاجات وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم ذيلا الله بيرحمه. هناك في سورة الأعراف قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال في نفس السورة قال ورحمتي وسعت كل شيء ما خلاه، قال ما خلاه ساي، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. وآيات كثيرة جدا. طيب فما يقول لك الرحمة ويضيع العمل، انت تعمل العمل عشان الله يرحمك بعدين تدخل الجنة. طيب قال نصيحة بسيطة لكل امرأة تتجمل لغير زوجها وخروجها من غير إذنه، النميمة والفتنة بين النساء والغيبة، الصلاة، هل يجوز المرأة أن تقيم الصلاة وما الدليل على ذلك؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول، نصيحة بسيطة لكل امرأة تتجمل لغير زوجها، نحن ننصحها إنه يا جماعة تخاف من الله سبحانه وتعالى، ما تتجمل لغير زوجها. صح التجميل ده المرأة عندها غريزة بتتكيف لما تمرق جميلة ومزينة والناس عينوا لها ويعلقوا، هي بتتكيف. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، دي غريزة فيها بتميل للزينة وكذا. لكن تتقي الله ما تتزين لغير زوجها. لحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، ودي النار شغل، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. يعني قال لك راسه ده الشعر رافع فوق زي سنام الناقة البخت الناقة، لا يدخلن الجنة، ما كلام مخيف، ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. النميمة والفتنة بين النساء والغيبة، النميمة جماعة نقل الكلام بقصد الإفساد، ده من أسباب عذاب القبر كما في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط أو بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية قال بل كبير في لفظ بلا كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس شنو بالنميمة، يجي لدين ويفتن ويسوي مشاكل. وكذلك النساء، المرأة تتقي الله في لسانه وفي أفعاله، قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذاك الحديث في البخاري وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما في الحديث، والغيبة محرمة، اللي تتكلم في مرأة في بحاجة فيها أو راجل يتكلم في راجل بحاجة فيه لكن هو بكرهها، تقول فلان ده نوام وفلان ده أكال كان جاب كم من المناسبة، فلان ده خطر وفلان ده صغيل وفلان ده ما بعرف كيف، وهو ما بيرضى الحاجة دي وما فائدة، طيب كلام هو فيه لكن كان ما فيه بيبقى بهتان، ده أخطر من الغيبة. وكان فيه دي غيبة، والله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وده من أسباب عذاب القبر كما في سنن أبي داود صح ولا البال من رواية
أبي الدرداء رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. موضوع خطير. الصلاة، وهل للمرأة أن تقيم الصلاة؟ المرأة جماعة تصلي، لكن إمامة المرأة تكون في نصين، والمرأة بدأت الردي هذه ما معروفة، دي ما معروفة. الغيبة يا جماعة إذا من باب التحذير، دار تحذر من أهل الباطل وكذا، دي مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة في صحيح البخاري ومسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قال: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري أيضا قال: يخرج من ضيضي هذا، وأشار إليه بعد أن انصرف، قوم حدثاء الأصنام في بعض الروايات، سفهاء الأحلام، إلى آخر الحديث. أي. الإمام بيحمل عنكم الحصل ده، لكن شنو الصحيح؟ إن الناس تسجد. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الناس تسجد إذا سجد الإمام في الصلاة مرة بآية سجود، الناس تسجد معه. أما إذا الناس اضطربوا كذا، الإمام بيحمل عنه، ما عليهم ذنب ولا يعيدوا الصلاة. المرأة يا جماعة، ما الشيخ ابن باز قال: المرأة ما يشرع لها شنو؟ ما ذكر في النصوص، قال: الأذان والإقامة، ما بتقيم الصلاة ولا بتأذن. المرأة تصلي، دي أحكام خاصة بشنو؟ بالرجال هاي، فما بدليل على شنو؟ على إنها هي تقيم الصلاة وتأذن. وأعظم هذه النعم هي نعمة التوحيد والسنة، الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثانيا، أشكر لأهل هذه المنطقة عموما، اللي هو أهلنا في أم حجير، الله يحفظهم جميعا ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، ويأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى. وأشكر خصوصا لصاحب هذه الدار استضافته لتنشر دعوة الله. لأنه يا جماعة، رب العزة والجلال قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعظم البر وأعظم طاعة وخير يقدمه العبد بين يديه ليلقى به ربه سبحانه وتعالى هو هذا التوحيد. عشان كذا رب العزة والجلال قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك ده يا جماعة أعظم ذنب عصي الله تعالى به، لذلك جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأعظم أمر اللي هو التوحيد ده، الآن في البلد دي مرفوض
إلا من رحم الله تعالى المقبلو، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى بكل أنواعه، ولما تيجي تنصحهم وتيجي تدعوهم للتوحيد يرفضوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أكثر الناس ما دارين توحيد، ومشاكل مع الدعاة ياهو في التوحيد، وأصلا الدعاة لو يتكلموا في غير التوحيد ما بتحصل مشكلة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. بحبوك والله ما تخلي التوحيد ده، يريدوك ريدا زول ده زول ولك ده الله وشه صباح خير عديلك، ولك والله ده زول مولانا ججد، زول طيب وزول محترم وفي الطريق بيقف لك تركب معاه، وفي السوق ما بديك شيك طاير، وفي الحلة زول نجيض أقل مشكلة تلقى قدام سالع وكازو، وده زول أسد مرة واحدة. مما تجيب التوحيد ده خلاص انت اختلفت معاه والله. عشان كده رب العزة والجلال قال عن الكفار بدري، قالوا لي صالح عليه السلام، قالوا له شنو؟ قال له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، زمان كنت كويس قبل التوحيد. مما جبت التوحيد ده وخلاص بعد، والشكل الجماعة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، وإذا هو التوحيد أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. شكلك تدور طوال هس الليلة دي، التوحيد ده دار لي رجال يحموه، توحيد ده والله دار ناس رجال يحموه. شكذا الله لما رسل الرسل رسلوا الرجال، وفي الرجال ناس يكونوا ملانين صدق، لأنه في ذول ممكن الليلة دعوة وبكرة دعوة، بعد بكرة يبتلى، بعد فترة تلقى يغير الطريق، طق طق يميل للدنيا ويخلي الدين. يقول لك يا أخي الله أنا مباريناكم ترى مصالحنا كد بتقيف، من بدري جابوها وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. بمرقون البلد دي بتبقى مشاكل كثيرة من بدري. عشان كده يا جماعة ده الدين والله، أنت توحيد الله ده وتعيش عليه وتصبر عليه. وزول التوحيد لو بقى عمره 10 سنوات مش صغير ما بلغ الحلم، والله تلقى الغرية شت بيشيخ الطريقة، تلقاهم شت يرجفوا من ده بس، ولك ب10 ما يجينا بس الجنة ده الله يستر منه. وما أعرف مشكلته شنو، قال الله واحد بس من بدري الموضوع ده. وإن جاء في المسجد شت يبقوا ماركين فت 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 فت. قبل أيام مشت جبرة هناك في الخرطوم، في عمك كبير قال لي في واحد كان في كسلة داعية، قال بيقول له أدروب شلتاي بدري يعني قبل الجماعة لخبطوا الشغل، لخبطوا أزن أنا راهو قاعدين موضوع طويل. بعدين قال الزول ده قال أي جامع يطلع بزل يتكلم، قال فت 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 الناس طوالي بيجوا، ويجي السوق يمشوا، قال يوم رقد في نص السوق، رقد في الواضح ومزق هنا جبهته، قال رقد الناس كلها تلم له، مالك هذا روب ساكت ساي، مالك هذا روب لما نسوي حلقة كلهم بيسألوا مالك، حتى قام لهم قالون هوي وحدوا الله فت فت جروا طوالي زي الفيران الجارو، بس توحيد الله ده.
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شفت الحمر لما انت تشوف القسورة الأسد طوالي بتجي، ده موقفه مع زول التوحيد ولليلة يعادوا في التوحيد ودارين الشغلة تمشي لقدام، دارين البلد تنصلح ودارين الرزق يركض ودارين يمشوا الشوارع نظيفة. أعظم موضوع، وأنا بس دار أقدم كمقدمة لأنه المحاضرة بتاعت الشيخ شهاب حفظه الله تعالى، لكن يا جماعة دي مسؤولية والله في رقابكم كلكم. الدعوة دي بس خدتوها في الرقبة، توحيد ده تعيشوا عليه وتموتوا عليه وتدعوا الناس له، اللابس حجاب تبينوا له هل فيه خير بالتي يحسن براه وكذا إلى آخره. ما معاند براه حجيه. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة، من علق تميمة فقد أشرك من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفي سنن أبي داود، وهو ثابت كما قرر علامة الشام الإمام الألباني رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الشركية، ما الرقى اللي بالقرآن وبالسنة، الرقى اللي بأسماء الشياطين وتلقى بتاعت أهل البدع والجماعة ديل، والواحد تلقاه ساحر زي ما قال واحد من أخواننا يقول لك ده فكي كبير وده شيخ كبير هو ساحر، تمشي تقعد له اللي بريك يجي متنقز، قال اللي بريك من بعيد تقطق تنقز يقول لك ايوه دي كرامة، هو ده شيطان، شيطان ماسك اللي بريك يطفر به، يكون ما معروف شيطان صغير ولا كبير، المهم قاعد يطفر به لما نجيبه لك. وكلها بلاوي، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. أخونا ذاته قال الكلام ده، قال مشينا شيخ على جهة البطانة، قال بقول لي الشيخ البعرة والله يعني برد ده، قال الزول ده شيخ بقول لي الشيخ البعرة من كراماته بعالج بالبعر، قال تجي عندك سرطان ولا شيء ببعر البقر بجلبطك لما تتكيف، قال الله انت بقيت كويس. وقال الجماعة قروش تقيل يدفعوا له، بلاوي ناقصين بعر نحن في البلد دي يا أخي ناس يا أخي. عشان كده يا جماعة شرك كثير، الناس تنصح عجبات ها كويس قاعدات طيب. قال في سؤالين عن المصافحة والحجاب بعض النساء وبعض الأخوات، بيجيكم إن شاء الله شيخ شاب بيجي يحلف. أنا ما اسمي سيد جوباك وذاك بيرتبا. فأهم شيء جماعة التوحيد والعقيدة الصحيحة، والبلد دي يعني والله يوم حجير دي نحن قاعدين نجيها والله بانشراح من جوا القلب. انا قبيل اعتذرت للناس لانه كان عندي موضوع، والحمد لله الموضوع امره مشى، فالناس بتجي والله بانشراح، ناس اخوان وناس يعني بيستقبلوك بتبسم وبيعني طيبه وكذا الى اخره وكرم، والناس بتجي بانشراح. يا اخي شوف الشفاح قاعدين حسب الصوفيه دي ما طارت لهم عند الجت احسبهم موحدين، ها ما طارت لهم بالطريقة دي تاني بعصاية ده لما نيجي يرمي مليل الموضوع عنه إن شاء الله، بعصاية ده لما نيجي يرمي تاني إن شاء الله شغلته بتخيف لما نتوب كمان لو فيه غير يتوب، لكن ده الله أعلم ناس دعاة شرك وناس طواغيت يا أخي، نسأل الله العافية والسلامة. الناس تنادي الله براو، ما تمشي ليه دجال، ما تعلق حجبات، ما تمشي ليه سيت ودع، ما تمشي ليه سيت دستور، ما تحلف في غير الله سبحانه وتعالى، تجعل عقيدتك في الله صحيحة كذي النجاة في الدنيا والآخرة بهذا الأمر. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. ونقدم الشيخ شهاب حفظه الله تعالى.